نشكر كلكم لب دعوتنا. كل شخص موجود معنا اليوم لحتى شاركنا فرحتنا. نحن ما بدنا نجمع كل الامهات متواجدين ب 6 اكتوبر او مناطق مصر، بدنا نجمع 300 ام، بس بقول مثل ما وعدتوا من 3 سنين انه فريق فرح سوريا حيكبر ويكبر باذن الله دخل باذن الله تعالى من خلال ادخال فرح لقلوب الناس. ان شاء الله نكون نحن كمان كشركه بنكون معكم كمان بالمجتمع، والله يعطيكم العافيه وشكرا انكم اتحتوا لنا فرصه ان نكون متواجدين بهالشكل. شكرا. We'll be right back.